بإذن الله أكيد راح نلتزم طبق قرارات ولاة الأمر. بالعكس شيء طيب الحمد لله، هذا معناته أنه بإذن الله زالت الجائحة بالتزام الناس، بأخذ الناس لجرعات اللقاح، هذا شيء طيب الحمد لله. أول شيء القرارات هذه ما طلعت يعني من فراغ، أنت عندك غالبية السعوديين أو المملكة كلهم محصنين بنسبة 80 أو أعلى من 80%، والناس صار عندها وعي اصلا، غير عن انه التحصين صار شبه كامل في السعوديه محصنين، صار عندها وعي وثقافه الكورونا وما الكورونا والاحترازات، فصار عندها وعي. بالنسبه للوضع الصحي اشوف انه تحسن كثير عندنا في المملكه، واتوقع ان الناس بتلتزم بالقرارات هذه، لان لو تشوف يعني الايام اللي راحت والشهور اللي راحت كان في التزام صراحه كبير في الاماكن العامه والمفتوحه والداخليه زي المجمعات، فأتوقع بيصير في التزام والناس أصبحت واعية ومدركة للخطورة المرض والتبعات. طبعا حنا أثبتنا للعالم كله أن من أفضل شعوب الأرض في التعامل مع الأزمة كورونا، ونجحنا حنا الحين من التوب 10 في العالم في موضوع الإجراءات الاحترازية، وأتوقع الحين صار لنا تقريبا سنتين في موضوع الاحترازات، يعني خلال السنتين هذه الناس صارت عندهم شبه عادة في موضوع التعامل مع أي فيروس مو كورونا. اللهم لك الحمد، يعني هذه بادرة طيبة، ونسأل الله يعني أن يعمم الأمن والعافية والأمور هذه الطيبة. ما الأنظمة الأولى جيدة، وساهم المواطن والمقيم في الاحترازات والوضع القرارات، وهذا إن شاء الله أن هذه بادرة طيبة، عودة المدارس، الناس، الفعاليات، الأمور، الحياة، ويا رب ان شاء الله انها تكون ذكرى ما تنعاد يعني. واي شيء وزاره الصحه والاداره والحكومه تشوف الافضل ان شاء الله احنا معهم، وابخص احنا معهم.